ومباشرة إلى عمان سيكون معنا السيد سركيس جبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب. يسعد صباحك سيد سركيس. نتحدث عن حزمة التحفيز الاقتصادية المنتظرة في الاقتصاد الأمريكي. هنالك يعني بعض التلميحات لبايدن بأن النقاش مفتوح فيما يتعلق بتغيير هذه الحزمة. أيضا هذا الأسبوع هنالك نحن بصدد انتظار العديد من نتائج الشركات خصوصا التكنولوجية. في كل هذه المؤثرات إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر على أسواق وول ستريت؟ بالتأكيد كما تفضلت المتغيرات المنتظرة هذا الأسبوع متعددة، وسأبدأ بالنسبة لهذا اليوم مع انتظارنا لإعلان نتائج شركات مهمة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ مع شركة مايكروسوفت والتي من المتوقع أن تعلن عن نتائجها بعد إغلاق الجلسة الأمريكية اليوم، مع توقعات بأن يكون العائد على السهم حسب زاكس انفستمنت ريسيرش بأن يكون 1.64 دولار، وهذا بارتفاع من الربع المماثل العام الذي سبقه عند 1.51 دولار. ارتفعت أسعار الأسهم بشكل عام، وأضيف أيضا بأننا ننتظر أيضا إعلان شركة جونسون عن جونسون لنتائج أعمالها والتي ارتفع سهمها وأغلق يوم أمس عند مستويات قياسية. يوم أمس شهدنا انخفاض في عديد من مؤشرات الأسهم الأمريكية، لكن لاحظت بأن هنالك حالة من الانتقائية ما بين الأسهم، فالأسهم التي انخفضت قد شملت العديد من الشركات من قطاع البنوك والشركات المصرفية والشركات المرتبطة في النمو وشركات الطاقة، لكن شركات التكنولوجيا بقيت العديد منها في إيجابية. ومع انتظارنا أيضا خلال هذا الأسبوع لقرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبيانات المهمة من الشركات، لاحظنا بأن هنالك ميل لبعض عمليات جني الأرباح، لكن لا أستطيع أن أقول بأن المتداولون فقدوا كل آمالهم بارتفاع أسواق الأسهم، بل ما زالت شهية المخاطرة موجودة، وما نشهده حاليا هو موجات تصحيحية مرتبطة بعدة ظروف أهمها انتظار حزمة تحفيزية أمريكية، لكن مع إشارات جو بايدن على أن النقاش ما زال مفتوح حول هذه الخطط، يخشى المتداولون بأن يتم تأخير هذه الخطة في وقت سوف يحتاج فيه الاقتصاد الأمريكي لتحفيزات كبيرة بأسرع وقت ممكن لضمان استمرارية النمو الاقتصادي فيه، وذلك مع ظهور سلالات جديدة من فيروس كوفيد 19 حول العالم. صحيح. وخشية أن نشهد المزيد من الإغلاقات، وبالتالي حزمة التحفيز الأمريكية يجب أن تصدر في أسرع وقت لتحفيز الاقتصاد، وهذا ما حفز بعض عمليات جني الأرباح التي ارتكزت كما أشرنا على الأسهم المرتبطة في النمو وكذلك البنوك وقطاع الطاقة. لكن بشكل عام أعتقد بأنه الاتجاهات الصاعد الإجمالية ما تزال قائمة. الفدرالي الأمريكي من المحتمل جدا أن يعلن يوم غد عن استمراريته في تحفيز الاقتصاد من خلال أسعار فائدة قرب الصفر وأيضا سياسات تحفيزية نقدية هائلة إلى جانب ذلك. حتى لو تأخرت حزمة التحفيز فهي على الأرجح قادمة، وهذا ما قد يعطي دفعة أخرى للاقتصاد الأمريكي ويحفز المزيد من الارتفاع في أسواق الأسهم على المدى المتوسط والطويل. لكن على المدى القصير أستطيع أن أشير إلى أني لا أستبعد بعض التصحيحات في بعض القطاعات قد تؤثر على الأداء الإجمالي لأسواق الأسهم الأمريكية. ولكن سركيس، فيما يتعلق بحزمة التحفيز الاقتصادي، طبعا أفاد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بأنه هناك مفتوح للتفاوض على شروط، وخصوصا على شروط التأهيل للجولة الثانية من شيكات التحفيز المالي البالغة حوالي 1400 دولار. بلا شك هذه الحزمة تؤثر على الدولار بطبيعة الحال، ولكن هناك ارتفاعات يعني على الدولار، هل سوف تستمر تلك الارتفاعات؟ الآن لنأخذ موضوع الحزمة التحفيزية من وجهة نظر جانيت يلن، والتي أشارت لها في تصريحات سابقة، أشارت بأنه حاليا يجب التركيز على النمو الاقتصادي والحزمة التحفيزية، لكنها أيضا ألمحت بأن هنالك بالفعل عجز في الحكومة الأمريكية، وربما سوف يتفاقم هذا العجز في الموازنة وأيضا في الفدرالي الأمريكي المستمر في خطط التحفيز. هذا العجز يقلق المتداولين بشكل عام. الارتفاع الذي حصل في الدولار الأمريكي حتى هذه اللحظة يعتبر تصحيحي، ولو نظرنا إلى الاتجاهات الهابطة الإجمالية للدولار فالاتجاه الهابط بدأ من أواخر شهر 3 عام 2020 وارتبط بتفضيل المتداولين للتوجه نحو أصول مرتفعة العائد من غير الأدوات النقدية. الآن مستويات التضخم في عديد من الدول حول العالم منخفضة جدا، في أوروبا سالب 0.3%، في حتى في الصين 0.2% في الموجب في المية،
في الولايات المتحدة 1.4%، مستويات التضخم حاليا غير مقلقة، وهذا ما جلب بعض الطلب على الدولار الأمريكي، لكن على المدى المتوسط والطويل أعتقد بأن التضخم سوف يرتفع بقوة، وبذلك سوف يتم تهديد القدرة الشرائية للدولار الأمريكي، ويعود المتداولون للبحث عن أصول أخرى من غير النقد والدولار لحفظ القدرة الشرائية للمال، وهذا بالتالي قد يبقي على الضغوط الهابطة على المدى المتوسط والطويل أيضا حتى على المدى القصير. يوم غد مع انتظار الفدرالي الأمريكي إن أشار إلى مستجدات بخصوص حزم التحفيز فقد يضغط على الدولار، لكن باعتقادي لن يقدم الفدرالي أي مستجدات، وهذا ما يبقي على حالة من التذبذب في الدولار وربما القليل من الارتفاع قبل عودة انخفاضه ضمن الاتجاه الإجمالي. نعم سركيس، بعجالة يعني نعلق على النفط، طبعا مع استمرار الإغلاقات الاقتصادية في عدة دول أوروبية وآسيوية وأيضا انخفاض الطلب، بالتالي كيف من الممكن أن يؤثر على أسعار النفط على المدى القريب؟ كما تفضلت هناك حالة من الإغلاقات التي عدنا لنشهدها في عديد من الدول حول العالم، وهذا ما قلص من قوة الاتجاه الصاعد لأسعار النفط وبدأ بالانخفاض، لكن في نفس الوقت الانخفاض الذي حصل في أسعار النفط يعتبر حتى هذه اللحظة محدود. لماذا؟ ذلك لأنه مرتبط مع توقعات في انخفاض الإنتاجية وليس فقط بانخفاض الطلب. المملكة العربية السعودية تعهدت بخفض إضافي للإنتاج مقداره 1,000,000 برميل، إلى جانب ذلك أظهرت آخر الأنباء التي نشرت عن الالتزام متوسط 85%، وهذا بارتفاع طبعا من دول منظمة أوبك وحلفائها باتفاق خفض الإنتاج الذي أصبح 7.2 مليون برميل يوميا كخفض في الإنتاج. هذا كله قد يوازن الانخفاض في الطلب العالمي، لكن مع توقعات عودة التعافي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني على النفط خلال هذه السنة، وبالتالي ربما سيكون الاتجاه الهابط محدود على أسعار النفط ومحاولات ارتفاع أخرى لكن أيضا محدودة خلال الفترة المقبلة. السيد سركيس تشوبريان، وأنت محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.